ومساكم الله بالخير والسرور. وصفتي اليوم لذيذة جداً، وصفة إيطالية. راح نسوي صينية بطاطس بالكريمة مع الدجاج الإيطالي بتتبيلة البيستو وخردل ديجون وبهارات إيطالية، وراح نضيف لها أوراق الريحان والروزماري الفريش اللي هو إكليل الجبل، طبعاً متوفر في كل محلات السوبر ماركت، وراح نضيف لها كمان الفلفل الملون. الوصفة جداً سهلة ما تاخذ وقت، وتقدرون تجهزونها قبلها بوقت، يعني تنفع الموظفات، تقدرون تجهزونها تبلون الدجاج قبلها بوقت، ووقت التقديم على طول تدخلونها الفرن. أول شيء راح أسويه إني راح أتبل الدجاج بالبيستو. أنا راح أستخدم ماركة MF، مرة حلوة البيستو حقه. وكمان عندنا خردل ديجون، فيه ماركات كثيرة لكن هستخدم هذا، عجبني برضو. وبهارات إيطالية، طبعا هذا البهارات الإيطالية اللي عندي جايبتها من برا، لكن في شركات كثيرة من البهارات الإيطالية. وراح نضيف للصينية زي ما قلت لكم الروزماري والريحان، وراح أضيف لها كمان من الخردل اللي يجي بحبوب الخردل اللي زي كذا، في شركات برضو كثيرة برضو تعطي طعم غير. طبعا تقدرون تحطونها بالثلاجة الثاني يوم، تقدرون تسوونها على طول. ريحة البيستو خيالية. خلاص كذا أنا تبلتها بالبيستو، ويمكن تلاحظون إني ما حطيت فيه ملح لأن البيستو مالح شوي، ومو مالح يعني فيه ملح، والخردل برضو فيه ملح. وبعدين راح نضيف كريمة الطبخ وحنضيف لها ملح وفي جبنة، فما نبي نكثر ملح. أبيكم كمان تلاحظون أن الدجاج، صدور الدجاج ترققونها، يعني تقصونها من نص كذا، تفرشونها فرش عشان تستوي بسرعة معنا. أنا راح أشويها بالشواية بس تاخذ لها لون، وحتكمل سواها بالفرن، يعني ما بيها تستوي على الشواية، لا أبيها بس تاخذ لون. راح أضيف زيت زيتون وأسخن الشواية، لازم الشواية تكون ساخنة عشان ما تنشف لي صدور. أتأكد أن أيوة خلاص كذا، هذه التشتشة اللي أنا أبغاها، النار عالية تكون في البداية، وبعدين ممكن شوية نهدي النار، بس أنا أبغاها في البداية تاخذ لون، تاخذ الشكل المخطط. ما تقلبونها إلين تشوفون الأطراف بيضت، شوفوا اللي هنا بيضت الأطراف، فراح أقلبها، شايفين؟ هذا الشكل المخطط، تكونوا حذرين عشان ما تتقطع، مو مشكلة، شايفين؟ هذا اللون اللي أنا أبغاه. والحين بجهز صوص الكريمة، بحمص فص ثوم مع شوي زيت زيتون، وبعد ما تطلع ريحة الثوم نضيف نص كمية الفلفل الملون وبهارات إيطالية وشوي ملح. الحين راح أضيف الفلفل الملون، يعطي نكهة إذا انحمس شوي، يصير الصوص طعمه ألذ. والحين راح أضيف البهارات الإيطالية والزعتر البري وفلفل أسود حسب الرغبة وشوي ملح، بعدين حمسهم شوي وأضيف كريمة الطبخ. والحين راح أضيف كريمة الطبخ، راح انحاست علي، نضيفها وبضيف شوية جبنة موتزاريلا مع الكريمة، أبيها تذوب شوي، وشي حنحطه في الصينية وننتظر إلين تبدأ الكريمة تغلي وكذا تكون جاهزة، ونجهز صينيتنا. خلاص بدأت تغلي الكريمة، لازم تضبطون الملح، يعني ذوقوا هلا حطيتوا الملح، ذوقوا وشوفوا ملحها زين ولا لا، لأن البطاطس طبعا مهم ملحة، والدجاج بس على تتبيلة البيستو. خلاص كذا بطفي النار، جهزت، نبدأ نجهز الصينية. طبعا عندي هنا بطاطس قطعتها شرايح وحطيتها بالقلاية الهوائية، راح أحط عليها شرايح فطر إذا حبيتوا،
ممكن تلغونه، انا احب الفطر في الاكل الايطالي مره. وبعدين راح احط عليها من الفلفل الملون، طبعا هذا قبل لا نحط الدجاج عشان ياخذ الطعم، الدجاج والبطاطس كلش كل الصينية تاخذ طعم. الفلفل البارد يعطي نكهة مو طبيعية. بوزع الحين الروزماري برضو قبل لا نحط الدجاج، كذا أخليه كذا متوزع. بعدين يعني بعد ما ينطبخ ممكن تشيلونه، ما في مشكلة يعني، بس أهم شيء الدجاج ياخذ النكهة. وكمان نبي نحط الريحان، أوزعه. بعد الريحان يعطي نكهة، خصوصا إذا كان فريش يعطي نكهة خيالية. شايفين؟ خلاص وزعناه، بقت واحدة قضينا. هذا الدجاج اللي شويته، الحين راح أصفه فوق اللي صفيناه هذا كله. وبعدين راح نحط طبقة من البطاطس فوقها، وبعدين الكريمة والتشيز برضو ما ننسى. جاء على بالي تو اني احط دراي توميتو، برضو لذيذ لذيذ بيصير مع الدجاج، خيالي. بوزع كذا توزيع عشوائي، واذا ما تبونه عادي مو باجباري يعني، بس انا احبه. الطماطم المجففة هذه تعطي طعم للأكلات الإيطالية خيالية. بحط عليها الحين أرش شوي موتزاريلا، وبعدين طبقة من البطاطس، وكالعادة ما يكركبت الدنيا، انتوا ما تشوفون اللي خلف الكواليس. وآخر طبقة راح نصف البطاطس فوق الدجاج، حاولوا كذا تكبسونها بيدكم. بعد ما تصفون البطاطس كذا كبس شوي، بس لا تكسرون البطاطس يعني، على خفيف. وآخر شي راح نصب عليها الكريمة اللي سويناها، الروايح يعني تحكي، ما أدري هو الريحان ولا البهارات الإيطالية الكاملة اللي بالزعتر البري، الفلفل، ريحة حمسة شوي الثوم للكريمة، روايح روايح. وبس خلاص كذا، بعد ما أصب الكريمة إذا حبيت رشة موتزاريلا على الوجه، وتدخل الفرن تقريبا من ربع ساعة، ربع ساعة تقريبا ما تاخذ أكثر. بعدين إذا حبيت تحمرون الوجه وتتقدم. الحين آخر شيء الجبنة، شغل الإجرام يعني صينياتنا اليوم ملغمة بس لذيذة ترى، جربوها متأكدة إنها بتعجبكم. خلاص بدخلها الحين الفرن من تحت الحرارة تقريبا ربع ساعة إلى ثلث ساعة ماكسيموم يعني، وبعدين إذا حبيتوا تحمرون الوجه وتقدمونها بالعافية. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه صينيتنا وخلصت. أتمنى أتمنى تشمون الريحة اللي أنا قاعدة أشمها، شيء خرافي. الحين بقطعها وأوريكم إياها، بس الريحة تبكي بكي.